حياكم الله جميعا أحبائي التلاميذ. بالنسبة لحصة اليوم هي حصة تصحيح لتقويم الصرف والتحويل لدرسي الفعل الصحيح والفعل المعتل. والنص الذي اشتغلنا عليه هو شجرة التفاح الوارد بالصفحة 185. فأول سؤال كان هو: استخرج من النص الصفحة 185 أفعالا تناسب الجدول. سأقرأ النص: شجرة التفاح. خرجت متجها إلى حديقة المنزل، وما إن وصلت حتى أحضر لي أبي شتلة شجرة تفاح، فقمت بغرسها. بعد أن هيأت لها حفرة اعتنيت بها، فقد سقيتها وقلعت الأعشاب من حولها قبل أن أشدبها. نمت هذه الشجرة ثم أثمرت بعد أن أزهرت، فازداد اعتنائي بها. خرجت يوما لأتفقدها، فجأة انتبهت إلى وجود أغصان مكسرة ملقاة على أرض الحديقة. حزنت وأغمضت عيني لأسترد أنفاسي، ثم قصدت المنزل متجهم الوجه. ألقيت نظرة على إخوتي وسألت أخي براء: هل أنت من كسر أغصان شجرتي وألقاها على الأرض؟ فأجاب: لا، لم أفعل، لم أدخل حديقة المنزل منذ أسبوع. أقبلت أختي صفاء مسرعة عندما سمعت صياحي، فسألتها السؤال نفسه وأجابتني قائلة: لا، لم أفعل، ولتعلم أنني أعتني بها يؤسفني أن تتهمني. فقلت لها: لم أعرف الفاعل، ولكني لن أسامح الذي قام بهذا الفعل الشنيع. إذن هذا هو النص الذي سنستخرج منه مجموعة من الأفعال. أول سؤال يقول: أستخرج من النص أفعالا تناسب الجدول. صحيح سالم، صحيح مضاعف، صحيح مهموز، معتل مثال، معتل أجوف، ومعتل ناقص. ما هو الصحيح؟ الصحيح كما تعلمون هو ما كانت جميع أحرفه الأصلية صحيحة، وصحيحة أي خالية من حروف العلة. والصحيح السالم، السالم هو ما سلم من الهمز وتضعيف. الصحيح المضاعف، المضاعف وما كان حرفاه الثاني والثالث مكررا. المهموز وما كانت أحد أحرفه الأصلية همزة. المعتل، ما هو الفعل المعتل؟ كما تعرفتم سابقا الفعل المعتل هو ما كانت أحد أحرفه الأصلية حرف علة، وحروف العلة تجمع في كلمة وايون. المثال هو ما كان أوله حرف علة. الأجوف هو ما كان وسطه حرف علة. الناقص هو ما كان آخره حرف علة. سنعود إلى النص لكي نستخرج منه مجموعة من الأفعال. إذا نبدأ بأول فعل: خرجت. خرجت متجها إلى حديقة المنزل، وما إن وصلت حتى أحضر لي أبي شتلة شجرة تفاح. إذا سأكتب فعل خرجت، وصلت، أحضر. لاحظوا جيدا، سأبدأ بأول فعل خرجت. إذا خرجت، كي نتعرف على أصل الفعل ينبغي أن نحوله إلى الماضي مع ضمير هو. إذن خرجت هو خرج، خرج أحرفه الأصلية، نعم، خاء والراء والجيم هي أصلية ثلاثة. إذن فهو فعل لا يتضمن حرف علة، فهو فعل صحيح، ثم أنه لا يتضمن لا همزة ولا تضعيفا، إذن فهو صحيح سالم، صحيح سالم. وصلت، 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 نحول فعل إلى الماضي هو وصل. إذن وصل ماذا يتضمن؟ يتضمن حرف علة هو الواو، إذن فهو معتل مثال. الفعل الموالي أحضر لي أبي شتلة، أحضر، لاحظ جيدا هذا الفعل أحضر،
هو أحضر، ولكن هذا الفعل ليست جميع أحرفه أصلية، بمعنى أنه يتضمن حرفا زائدا يمكننا حذفه. أحضر أصله حضر، أصله حضر. الهمزة هو حرف زائد، ليس حرفا أصليا، بل هو حرف زائد. إذن فالفعل أصله حضر، إذن حضر فهو فعل صحيح سالم، لأن أحرفه الأصلية صحيحة أي خالية من حروف العلة، وهو سالم لأنه لم يتضمن لا همزة ولا تضعيفا. نمر إلى الفعل آخر من النص دائما، فقمت. نعم، قمت، قمت، هو قام، هو قام. إذن قام يتضمن حرف علة في الوسط، إذن فهو معتل. أجوف، هيأت، لاحظ جيدا فعل هيأت لها حفرة، هيأت، هيأت لها حفرة. إذن هو هيأ، أصل الفعل هيأ، ها يأ، إذن هيأ فهو يتضمن حرفا، حرف همزة، يتضمن همزة. إذن أحرفه الأصلية صحيحة خالي من حروف العلة، ولكنه يتضمن همزة، إذن فهو صحيح مهموز. سأعطي فعل آخر، لأسترد، أسترد، أسترد أنفاسي، أسترد أنفاسي. إذا بالنسبة لهذا الفعل أسترد، ما أصله؟ الهمزة والسين والتاء هي حروف زائدة يمكننا حذفها، فأصل الفعل رد، رد. أنا رددت، أنت رددت، أنت رددتي. إذن هذا الفعل لا يتضمن حرف علة فهو صحيح. لاحظ جيدا، رد فأصله رد، د. أنا رددت، يفك الإدغام، فهو فعل صحيح مضاعف، لأن الحرف الثاني والثالث مكررا، رد، د. ثم فعل مثلا ألقيت، 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 هو ألقى، ألقى، أصل الفعل لقى أو لقي، إذن فهو معتل ناقص. لماذا؟ لأن آخره حرف علة. إذن هذه بعض الأفعال الموجودة في النص. الآن سنملأ الجدول في السؤال الأول. إذن كما قلت، استخرج من النص فعلا صحيحا سالما، خرجت. أحضر فهو صحيح سالم كما شرحت، لأن الهمزة حرف زائد أصله حضر. قلعت كذلك صحيح سالم، قلع، قلع، صحيح مضاعف. أسترد، أن أسترد، أصلها رد، أصل الفعل رد فهو مضاعف. هيأت، هو هيأ، هيأ مهموز، لأن أحد أحرفه الأصلية همزة. سألت، سألت، سأل، سأل مهموز. وصلت، معتل مثال، وصل أول حرف علة. قام، قمت، هو قام. أجوف، لأن وسطه حرف علة. قلت، قال، وسطه حرف علة. أجوف. اعتنيت، اعتنى، أصله عنا، عنا، بألف مقصورة فهو ناقص. سقيتها، سقى، بألف مقصورة فهو فعل ناقص، لأن آخره حرف علة. نمت، فعل نما، أصلها نما، نما، بألف ممدودة فهو ناقص. ألقاها، أصله لقى أو لقي، لقي، فهو فعل معتل ناقص. الآن نمر إلى السؤال الثاني. ثانيا، أحول حسب الضمائر المطلوبة مع الشكل. كسر أغصان شجرتي وألقاها على الأرض، الغائبان هما. كسر أغصان شجرتي وألقياها على الأرض، المتكلمون. كسرنا، نحن.
كسرنا أغصان شجرتنا وألقيناها على الأرض. المخاطبات: أنتن كسرتن أغصان شجرتي وألقيتنها على الأرض. الغائبون: هم كسروا أغصان شجرتي وألقوها على الأرض. سؤال ثالث: أضع مكان النقط أفعالا مناسبة حسب المطلوب. إذا الفعل الأول ينبغي أن نضع فعل لفيف مقرون، واللفيف المقرون هو ما كان حرفاه الثاني والثالث حرفي علة، مثل شوى، شوى أبي اللحم على الفحم، ووضعت. ينبغي أن نتمم هنا بفعل معتل مثال وضعت ووضع. ووضعت أمي الصحون على المائدة. طرت فرحا، فعل طار، طار فهو فعل أجوف، نتمم هنا بفعل أجوف. طرت فرحا عندما سمح لي والدي بمساعدته. سمح فهو فعل صحيح سالم، سمح لي والدي بمساعدته. إذا في الفعل الأول وضعنا فعلا لفيفا مقرونا، الثاني معتلا مثالا، الثالث معتلا أجوف لأنه طار فعل أجوف، والفعل الرابع هو صحيح سالم. إذا وصلنا إلى نهاية حصتنا لهذا اليوم فيما يخص تصحيح التقويم لدرسي الفعل الصحيح والفعل المعتل. شكرا على انتباهكم، إلى اللقاء.